مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. انا رغد وهي قناتنا قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن حقيقة يارا العضو الجديد في فريق نورمار وسر العلاقة اللي بينهم، ويلا خلونا نبلش. أكيد كلنا بنعرف نورمار، وهو أحد اليوتيوبرز السوريين المعروفين جداً على منصة يوتيوب، وبتابعوا عدد كبير جداً من المتابعين. وأكيد كلنا بنعرف فريق نورمار اللي كان بيتكون من شباب وصبايا، لكن بالآخر فريق نورمار اتفرق وصار كل يوتيوبرز له قناته الخاصة وبطلوا يتواصلوا مع بعض. وبنلاحظ بالفترة الأخيرة ظهور بنت جديدة على قناة نورمار، فمين يارا؟ خلونا نعرفها مع بعض. يارا هي فتاة شامية الأصل، بتبلغ من العمر 23 عام، فهي مثلها مثل عمر نورمار، فنورمار أيضا بيبلغ من العمر 23 عام. أنهت يارا تخصصها ودراستها بتخصص تسويق وبزنس، وهي غير مرتبطة أو متزوجة. اللون المفضل إلها البينك، أما الأكلة المفضلة فهي الملوخية، وهالشي أيضا مشترك مع نورمار، فنورمار أيضا الأكلة المفضلة إله هي الملوخية. أما بالنسبة لكيف نورمار ويارا تعرفوا على بعض، فهالشي كان خلال أحد الأصدقاء المشتركين بين نورمار ويارا. وبعدها إجا عيد ميلاد يارا وصار نورمار مضطر إنه يروح على عيد ميلادها، وبعد هيك تعرفوا على بعض. وفعليا ما يقارب نورمار ويارا تعرفوا على بعض، وصار لهم ما يقارب 3 شهور بيعرفوا بعض. أما بالنسبة للمكان اللي بتقيم فيه يارا، فهي أيضا تقيم في إمارة دبي مع نورمار. تعالوا مع بعض هالآن نعرف حقيقة العلاقة اللي بتجمع نورمار ويارا. حقيقة العلاقة اللي بتجمع نورمار ويارا، فهو مثل ما حكيت لكم قبل هيك إنه نورمار من الأشخاص اللي بيتعرفوا على أشخاص جديدة بسرعة كبيرة، وممكن يدخلوهم حياتهم ويخلوهم يتأقلموا معهم مع الوضع الجديد، وحتى يتأقلموا على قناتهم ويظهروا معهم في أي شيء ممكن يعملوه على السوشيال ميديا، وهيك ممكن بعد فترة يتركوا بشكل طبيعي ونورمار ما بيتأثر من هالشي. أما بالنسبة للعلاقة اللي بتجمع نور ويارا، فهي علاقة أصدقاء فقط لا غير. أما المتابعين فهم بيحبوا يشوفوا أي ثنائي مع بعض لحتى يخلوهم مرتبطين. أما نورمار فهو بيحب تكون العناوين الخاصة في قناته عناوين مشوقة وبتجذب المشاهدين، مشان هيك هو بيحاول يحط عناوين خاصة لكن هي ما إلها أي علاقة بالارتباط بيارا أو بالحب. وفعليا يارا ونورمار العلاقة اللي بتجمعهم هي علاقة أصدقاء لا غير. وبالنسبة للأيام القادمة فممكن كتير نشوف نورمار ويارا بيظهروا مع بعض في قناة نورمار وبفيديوهات وأفكار جديدة، وطبعا ممكن لقدام تتغير الأفكار وتتغير حقيقة العلاقة اللي بتجمع نورمار ويارا. هيك بكون عرفتكم على حقيقة العلاقة ومين يارا. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله على قناتنا، وشكرا لمشاهدتكم.